تلقى سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله اتصالا هاتفيا من أخيه صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، عبر خلاله سموه عن خالص تهانيه الأخوية وأطيب تمنياته بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد، سائلا المولى عز وجل أن ينعم على دولة الكويت قيادة وحكومة وشعبا بمزيد من الخير والرخاء والتقدم والازدهار تحت قيادة حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، متضرعا إلى الله جل وعلا أن يعيده على الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات. وقد أعرب سمو ولي العهد حفظه الله عن بالغ الشكر والتقدير لصاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني على تهانيه الصادقة وأمنياته الطيبة، داعيا الله جل وعلا أن يديم على سموه بموفور الصحة والعافية وعلى دولة قطر الشقيقة قيادة وحكومة وشعبا بمزيد من التقدم والازدهار، وأن يعيده على الأمتين العربية والإسلامية باليمن والبركات.